والله عاد اليوم هي تجربه جديده، انا اتمنى انها تنجح. انا مش عارف هيحصل فيها ايه. هي انا بجرب فيها حاجات اول مره اعملها في الشكل وفي المضمون، وهي تجربه اتمنى انها تنجح، لان هي لو ان شاء الله نفعت نلف بيها ان شاء الله في كذا بلد بعد كده. انا بصراحه سعيد بالتجربه ان انا اقدر ان انا اعمل عروض كوميديه بالعربي والانجليزي، ولان الاثنين بيفيدوا بعض بصراحه. كل مره هي تجربه مختلفه، كل مره بيبقى تجربه مع جمهور مختلف. العرض العربي الناس متعوده عليه دايما في البرنامج، فهي النهارده هيبقى كسل النمط ده، هي حاجه مختلفه خالص، وانا عارف ان الناس مش عارفه تتوقع ايه، وانا برضه مش عارف اتوقع ايه، فربنا يستر. 5 4 3 2 1 في حد مصر؟ ايوه حبايبي، والله وحشتوني يعني، من حب فيكم وستكم البلد كلها وفيها. انا هو ده هيبقى حوار مع الجمهور، مش ستاند اب ومش هدفي ان الضحك وخلاص، بس ان يبقى في زي تواصل واتصال مع الجمهور في العرض ده. فزي ما بقول لك هي تجربه جديده وفيها حاجات كتيره مختلفه واول مره اعملها، فربنا يوفقنا. واحنا بالطريق ابوي بيسالني بيقول لي عن شو بدك تحكي اليوم؟ مش تحكي عن العيب وتفضحنا؟ قلت له لا يا رب، بدي احكي عن هم المواطن، بدي احكي سياسه يا رب. طلع عليه هيك وكان بدمع. قلنا يا رب احكي عن العيلة. اليوم عندنا عرض ستاند اب كوميدي مع الفنان العالمي باسم يوسف، بمشاركة 4 من الكوميديانز اللي هم سيف زغموري، يوسف بطاينة، وطبعا أنا عبد الله صبيح، ومعانا كمان حيكون كمال سايلوس. تجربة كثير حلوة وعدد حضور كثير رهيب، راح يكون اليوم 1700 شخص راح يحضرنا، والواحد كثير متوتر وبنفس الوقت متحمس. أي حاجة فاهم؟ سيبك من المشاكل السياسية دي كلها، في الآخر إحنا حبايب، وزي ما الشعر بيقول بلدي وإن جارت علي عزيزة. طب عزيزة تكون علي إيه؟ مش فاهم. أنا عملت عزيزة، أنا عملت فيها عشان تعمل فيها كده في الشارع.